حقيقة الجمهور أضاف فد لوحة فنية جميلة للمباراة. هناك لقطة لابد من عرضها والحديث عنها في مباراة القوة الجوية والشرطة، نتابعها معكم مشاهدينا، والتعليق للكابتن جبار هاشم بصراحة هي صورة مؤثرة، صورة معبرة كابتن كما تشاهد. طبعا ها يعني شوف هذا يعني اللسان يعجز حقيقة شو أقول، يعني وين وصلنا بشغف يعني كرة القدم. كرة القدم يعني حقيقة هي المتنفس الحقيقي للجماهير العراقية. شوف أحد أعتقد هذا مشجع جوي، أنا ما أعرف لأن ماكو أي حسب ما ذكر هذا الموضوع ما أعرف أنه رغم إصابته ومرضه يجي يشاهد المباراة متنفس حقيقة. إذا مشجع جو يقول انتكست حالته بعد المباراة. لا إن شاء الله ما بس. لا هي هاي شوف يعني أنا أتمنى رسالتي لجمهور القوة الجوية إنه الدوري طويل وما زال الكثير فقط لدى القوة الجوية. أوجه تحية للشخص المريض اللي حضر لهذه المباراة، وأوجه تحية أخرى لرجال أمن الملاعب اللي تكفلوا بنقل هذا الشخص.